البيكن. باليس وقفي غلاظة. السلام عليكم، انا رند. انا جودي. انا سيلين. من قناة دبراتيز. بهذا الفيديو رح نجرب اجدد اكلة على كل منيو من كل مطعم السريعة ليوم كامل. اول مطعم حنروح نجربه هو KFC. بس قبل ما نبدأ بهذا الفيديو تعال عنا الانستغرام، هدول هنا انستغراماتنا وحكوا لنا شو حابين نصور لكم فيديوهات. هلو 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 هلو, هلو. هدول ما عم يعبرونا في اسعاف. ليه كل اسعاف واقف قدام KFC؟ يمكن مشان هيك ما كانوا عم يردوا علينا. What is the newest meal on the menu? This one here, back on the new center. اوكي. هي الوجبه اللي معلقين صورتها برا هي اجدد وجبه عندنا. وصارت عنا وجبه KFC. يا الله على الزيت. يا نصابين، اعطونا الفرايز العاديه مو الوافل فرايز. انا كريم كوجك من برنامج الصدمه. ليش هيك لون البيكن؟ ما شكله بيحمس ابدا. انا ما بحب البيكن، بس غريب البيكن عم يعلك. ما بعرف، ما حبيت طعمة البيكن كثير. انا ما حبيت طعمة البيكن، ما حبيت الصوص اللي جواته، وكمان الدجاج مقلي بزيت قديم كثير. تقييمكم؟ انا بالنسبة الي 3-2 يمكن 4. بس لا، حنروح نجيب الفرايز الصحيحة. كفو. بسم الله. هي مشيت واحدة رايحة تتخانق مشان الفرايز. ورجع الحامل والمحمول. جبتيها؟ يس. وهون الوافل فرايز، ولا مرة جربناهم، هن جداد. بس ليكوا كمان الزيت. يا رب يكونوا مستاهلين الرجعة. ما شاء الله على الكرم. واحدة أنا؟ واحدة أنا. في واحدة جوا، ناس واحدة. شو كرانشي؟ بظن راح اعلي الريتنج تبعي. هلا خلونا نروح نشرب شيء. اوكي نروح ستاربكس. انا عم بشرب شيء. باليس وقفي غلاظه. انت عم تشرب شيء بس انا بدي اشرب شيء. Can I have the newest item on the menu? موكا كارميل. اوكي. Can I have one? هي هي الصراحه شكلها حلو. موكا كارميل فرابتشينو. هذا هو المشروب هون مثل ما شايفين، تقريبا هو 3 طبقات. يلا نجرب. صراحه طيب. طيب على اساس هلا عم بدو ايه؟ والله طعمه صار غير. شو رايك؟ انا حبيته لانه الكراميل اصلا طيب بكل شيء، حتى بالايس كريم. صراحه كثير طيب. خلونا نعد. يلا 1-2-3 ونقتسم. ليه؟ لانه انا ما بحب هي المشروبات وما بعتبرها كوفي. الكوفي هي الكوفي المره الساده، هي هي القهوه الاصليه. اما هي اسمها مسخره. شوفوا شو سموا لنا المشروب. That is. اذا انتم مو مشتركين بالقناه بهي المناسبه السعيده، اشتركوا بالقناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اللي موجود تحت. تعال نفرجيكم الاوتفيتس تبعنا على السريع. شو رايكم بالنيل بولش؟ حاطه هذا لونه بيربل لحتى يزبط مع الفستان. وهي الشنطه تبعيتي كفر الايفون. واو، شو عم تعملي؟ سيلين ممكن افهم انت كيف لابسه كل هي؟ فرو على مخمل على ما بعرف شو انت لابسه، مانك مشوبه؟ في شوفوا ما بعرف، جربي روحي. حاطين لها قفل. في ريحه مجاري، استغفر الله. الله يعزكم. وين ندخل؟ امشي على وينديز بس ريحته نسبانه. كنا نروح مكان ثاني. تعال نروح مثلا ماكدونالدز؟ يا كنا ندخل هون. والله الريحه هون مجاري. طيب سبوي ولا ماكدونالدز؟ بعدي عن هالمنطقة. وصلنا على ماكدونالدز هلا. يلا اسألي. يلا شو هلو. Can I have the newest item on the menu؟ ميني مكربيا. سيرين متحمسة تجربيها لهي الساندويتش؟ ما بعرف، حاسة ان البرجر اطيب من الساندويتش. ما بعرف اذا بس انا بس اطيب. ماكدونالدز فرايز وميني ماك اريبيا. اول انطباع كثير صغيرة، اللي جواته تقريبا نفس البرجر، نفس خبزة المنقوشة، بس التشيكن تبعها هيك غريب، عم يعلق شوي كمان. فرايز اوكي. غصيت. اشرب اشرب. الخبز عم يعلق كثير. تقييمكم؟ كلياتنا بنفس الدقيقة. 1-2-3-4. خلونا هلا نجرب مطعم ثاني. شو؟ سيرين انت اختاري. شو؟ عم فكر بوبايز. اوكي. وين هلا بنروح؟ شباك؟ لا تلمسي لا تلمسي. يعني هي لانك رحتي على البحر بدوني. ما قلت لك تعي انت ما بدك تجي لانك رحتي. شوف الفرق بين لوني ولونه. اعملي هيك. اوه
Hello, how are you? Can I have the newest item on the menu? The chicken sandwich. شو هي الوجبة؟ أنا ما فهمت. Chicken sandwich. أظن نفس برجر. وصل الأكل. في شيء غريب. ليش حطوا لنا الوجبة جوا كيس بقالة؟ وكمان فينا نشوف الزيت هون. بس الفرايز طبعاً بتحبيه. طعمه هيك بطاطا عن جد. بس كتير لينة. كل هاي برجر؟ أوه. أدراسي واو. كتير كبيرة، شوفوا أكبر قطعة التشيكن. بس يا جماعة نزل التقييم فورا لأنه ما حاط لنا قطعة الخبز الطيبة طبعاً. بابايز بسكت. أوه بابايز بسكت. طرية. طرية. واو. لو دافعين له مو هيك. خسارة. في إجماع إنه هي الوجبة لهلأ هي من أحسن الوجبات اللي جربناها صراحة. yeah. كل واحد يعطيني سبب ليش هي الوجبة بالنسبة لكم هي أحسن وجبة. التشيكن بتحسيه فريش وطرية. واحدة سبب طيبة ما بصير. التشيكن فريش. سليم لأنه بوبايز تشيكن أطيب شيء. أنتوا دافعين لكم يا جماعة. ما دفعتهم صراحة. سبب تبعي اللي مخلل طيب. واحد اثنين ثلاثة خمسة. حاسة بدي أخليه العشرة. الصراحة أنا بديت أشعب. أشعب؟ قصدي أشبع أشبع. خلينا نختار آخر مطعم. هارديز. هارديز أوكي يلا. خلص سوسة شعبتي. أفكر ما بتضحك. أفكر أنت هلأ ضحكتي والله. ارجع أديتر لورا شوف كيف ضحكت. شفتوا كيف؟ What's the newest meal on your menu? Thank you. جايز تقيل وزنه يمكن كيلو كامل. شوفي جوا. أول شيء فاتورة سعر هي الوجبة 37 درهم. بعدين وأهم شيء كيرلي فرايز. شو هاد؟ كم جاجة في ثلاثة ولا أنا عم شوف غلط؟ اسم الوجبة سوبر ستار تشيكن تاور. يعني حرفيا اسمه تاور. أشياء عم توقع. بارتا؟ كأنه سلطة. ما بس طعمتها سلطة، ريحتها سلطة. لأنه حاطين فيها على فكرة شي نص بندورة كاملة. واحد اثنين ثلاثة سبعة. عشرة. انت قلتي سبعة؟ شو أكتر شي حبيتي بالتصوير معنا؟ الأكل؟ الأكل. طيب إذا بدكم إياها دائما تطلع معنا اكتبوا تحت بالكومنت اكتبوا لنا بدنا سيلين بكل الفيديوهات. شفنا كتير ناس قالت بدنا سيلين، رح نطلع دائما سيلين. يلا باي. لهم نكون وصلنا لآخر هذا الفيديو اللي ورجيناكم كل مطعم وجبات سريعة شو منزل جديد على المنيو. قيمناها، قلنا لكم أسعارها إذا طيبة ولا مو طيبة، وبقدر قيم هذا الفيديو ككل إنه كان فيديو فاشل. وكل صح. الوجبات اللي نازلة جديد هي وجبات سيئة جدا. هدول هنا إنستغراماتنا هون، تعالوا عنا وحكونا شو حابين نصوركم بالفيديو الجاي. وكمان هدول هنا ثلاث كومنتات اللي اخترناهم من الفيديو الماضي. كل ما علقتوا أكثر كل ما بتزيد فرصة إنكم تطلع بالفيديو الجاي. وتأكدوا إنكم تكونوا عاملين سبسكرايب. بنحبكم كتير يا أحلى ناس. وسلام.